القائد السبسي يعلن تشكيل جبهة سياسية ويطالب بتفعيل الحوار الوطني دون إقصاء. اتحاد عمال تونس يقر إضرابا في قطاع أعوان البلديات. أصحاب الشهائد العليا بمدنين يدخلون في اعتصام مفتوح. وعالميا عودة الهدوء إلى بورسعيد بعد يوم شهد مقتل 31 مصريا. متتبعي قناة حنبعل، أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية. أكد الباجي قائد السبسي مؤسس حركة نداء تونس بمناسبة الذكرى الأولى لإعلان مبادرته على أهمية تفعيل الحوار الوطني دون إقصاء، معلنا تكوين جبهة سياسية بهدف خلق التوازن في المشهد السياسي. التقرير لنزار الزغدوتي، التصوير لعلي بن سعيد. بهذه الأجواء الاحتفالية وبعنوان تظاهرة اليوم المفتوح، نظمت حركة نداء تونس صباح اليوم اجتماعا شعبيا بقصر المؤتمرات بالعاصمة بمناسبة الذكرى الأولى لإعلان مبادرة الباجي قائد السبسي. قلنا لابد من خارطة طريق واضحة، لابد من تحديد موعد الانتخابات، لابد من هيئة عليا مستقلة تشرف على الانتخابات والبدء في تسجيل الناخبين. اجتماع ألقى خلاله رئيس الحزب الباجي قائد السبسي كلمة أعلن خلالها تكوين جبهة سياسية لخلق التوازن في المشهد السياسي على حد تعبيره. إن شاء الله معناها يوم الثلاثاء القادم مش نعملوا اجتماع، يعني مش نوثقوا الاتفاق هذا، مش نكونوا خمسة أحزاب إن شاء الله مع بقية الإخوان اللي هم موجودين هوني، الحزب الاشتراكي والحزب العمالي، وإن شاء الله معناها يعني قبل 15 فيفري نكون كلنا متكونين في جبهة قوية إن شاء الله باش نقوموا بالواجب. لازم يكون تحالف سياسي معناها صلب ذي أفق انتخابي من الآن، لأن الوقت قاعد يضرب والبلاد في انتظار قوة يعني موحدة واسعة. اليوم تلتقي في هذا الاجتماع من أجل أن تعلن أنها ماضية موحدة لصياغة المشهد السياسي بشكل يحفظ التوازن، يأمن الانتقال الديمقراطي. من جهة أخرى، أشار السبسي إلى إخفاق الحكومة الحالية في إنجاح المسار الانتقالي وما تطلبته المرحلة من استحقاقات ملحة. لا دستور ولا لجنة عليا ولا قانون انتخابي ولا تعيين للموعد الانتخابي ولا عمل معين فيما يخص تقليل من مصيبة البطالة وتوفير شغل. الباجي قائد السبسي الذي طالب بحل رابطات حماية الثورة ودعا إلى تحقيق الاستقرار والأمن والدفاع عن الحرمات الفردية والعامة، رحب بمبادرة رئيس الحكومة الرامية إلى حوار قومي شريطة تفعيله في أقرب الآجال وفق برنامج يستجيب لمتطلبات المرحلة. حوار هذا يلزم يبدأ الآن ويبدأ حول مشروع يعني نتفقوا فيه الكل، مش يحاول الأشخاص كم يدخل الحكومة كم يخرج الحكومة، هذه مسألة ثانوية وبالعرض. ومعنا اليوم السيد عبد العزيز المزوغي، القيادي في حركة نداء تونس. السيد عبد العزيز، أهلا بك. أهلا وسهلا. تحدث اليوم السيد الباجي قائد السبسي عن تكوين جبهة سياسية لخلق توازن أكبر في المشهد السياسي، ما هي مكونات وتوجهات هذه الجبهة وأهدافها المستقبلية؟ والله هو البيان اللي عمله سيد الباجي عنده عام، هو من فيه فقرة أساسية حول إعادة هيكلة الفضاء السياسي، وانطلقت من الفكرة هذه فكرة بعث نداء تونس، وكل ما تتجمع معناها أحزاب أو كتل شيء باهي للبلاد، لأنه في انتخابات 23 أكتوبر شفنا تعدد كبير للأحزاب، وشفنا أحزاب يمكن فيها أربعة ولا خمسة من الناس، صحيح يمكن هذا كباي في فترة أولى، لكن بعد التشكيل النهائي للخارطة السياسية يجب أن تكون هنالك كتل كبرى وكذا. ولذلك احنا كوننا نداء تونس اللي هو مبني في حد ذاته على مبدأ أنه تحالف مع قوى سياسية وفكرية مختلفة، ثم حاولنا في المرحلة الثانية أنه ونجحنا
أنه نتحالفوا مع أحزاب أخرى كما المسار، كما الجمهوري، كما حزب العمل، كما الحزب الاشتراكي، ومفتوحين على جميع الأحزاب الأخرى، حتى الأحزاب اللي مثل الجبهة الشعبية وكذا. معناها مناش يمكن مناش باش نعملوا معها تحالف سياسي أو تحالف انتخابي، لكن نتعاملوا معها بطريقة أنها تجعل أنه فما فضاء سياسي للديمقراطية، وأنه فما فضاء توافقي حول المشاكل الكبرى. وهاكم تشوفوا اليوم أنه وصلنا إلى توافق كبير على المسائل الكبرى وعلى متطلبات الفترة الانتقالية، أواخر الفترة الانتقالية. ولذلك احنا دائما سعين أن نسير في هذا الدرب، وإن شاء الله نوفق لي، لأنه لا يمكن إرساء ديمقراطية في كي يبدأ فما اختلال في التوازن بين الأحساب والكتل. نعم، رئيس الحكومة المؤقتة حمادي أجبالي دعا إلى حوار وطني لتجاوز هذه المرحلة، ما هو رأي وشروط الحركة في ذلك؟ والله احنا ما عندناش شروط. هو البارح فما شوية تضارب ما بين ما قاله السيد رئيس الحكومة، سمعته قال راو يلزم حوار شامل وبدون إخصاء، وفي نفس الوقت الأحزاب المكونة، زوز من الأحزاب المكونة للترويكا وهي النهضة والمؤتمر، رافضين أنه يدخل في هذا الحوار الوطني نداء تونس. نداء تونس معناها كما يقولوا هما رقم، ما عادش تنجم تعمل حوار وطني دون أن تقحم فيه نداء تونس. ثم احنا ماناش طالبين في الحكومة، ما لا تهمنا، تهمنا السياسات، السياسة. نعم. احنا ماناش طالبين ندخلوا الحكومة، يعملوا حكومة، فما اتفاق سياسي على المرحلة، كيف ننهي هذه المرحلة من الناحية الأمنية، من الناحية السياسية، من ناحية الأجندة، وما عندناش حتى طلب آخر. احنا مستعدين لدعم حكومة تمشي في في المسار هذا، ما عندناش حتى طلب حكومي أو دخول الوزارة، ما تعنيناش، لأن اللي يعنينا هي السياسات. ونعتبر أنه لا يمكن أنه الأزمة تتحل إلا كان من رجعوش الثقة في الحكومة، في الأجهزة الأساسية للحكومة، وخاصة في وزارات السيادة اللي ولاوا الناس الكل توا طالبين أنها تحيد، أو أنها يجيو فيها ناس اللي يتمنون لهم الناس، ما يقولوش رغم هذوما قاعدين يخدموا في سياسات حزبية أو في سياق حزبي. ولذلك هذه مسألة أساسية، وهذه اللي عثرت تكوين التحوير الوزاري المزمع إنجازه. نعم، سيد عبد العزيز المزوغي القيادي في حركة نداء تونس، شكرا لك. عايشك. من جهة أخرى، نظم الاتحاد الجهوي لعمال تونس المؤتمر التأسيسي الأول بحضور الأمين العام إسماعيل الصحباني، مؤتمر جاء ليضع أسس العمل النقابي للاتحاد وليكرس مبدأ التعددية النقابية. التقرير لبوبكر الجمودي. انتظم المؤتمر التأسيسي الأول للاتحاد الجهوي لعمال تونس بالقصر بحضور الأمين العام إسماعيل الصحباني، مؤتمر تأسيسي جاء ليضع لبنات العمل النقابي لمنخرط اتحاد عمال تونس. المرحلة التأسيسية انتهت وكانت صعبة شوي، وإن شاء الله بعدها نصور باش تطلعاتنا لأن نتجاوز الصعوبات والعراقيل اللي كانت موجودة، سواء في إطار تسيير نقاباتنا ولا في إطار علاقتنا بالإدارة. إن شاء الله بعد ما تكون فما هيئة منتخبة، إن شاء الله هذا كل يلقي بظلاله على العمل النقابي في القصرين إن شاء الله. الأمين العام لاتحاد عمال تونس إسماعيل الصعباني أشاد بدور أبناء القصرين في تحقيق أهداف الثورة. جهة لها تقاليد نقابية، ولا ننسى أن ثورة الخبز انطلقت من القصرين في 4 جون في 84، وبالطبع العمل النقابي لاتحاد الجهوي للقصرين هو دعم للعمال ودعم للجهة بصفة عامة. اجتماع طارئ دعت له الهيئة التنفيذية لجمعية القضاة التونسيين لتدارس وضع القضاء الحالي، والدعوة للإسراع في تركيز الهيئة الوطنية الوقتية للقضاء. باقي التفاصيل في تقرير نهل الحبشي والتصوير لمجد القرقني. بدعوة من المكتب التنفيذي، عقدت اليوم جمعية القضاة التونسيين اجتماعها الوطني الطارئ لتباحث الوضع القضائي الحالي والتطرق لأسباب ترديه. القضاة التونسيين تعقد مجلس وطني طارئ، وذلك بطلب من عدد من أعضاء الهيئة الإدارية اللي معناها يراو أنه الوضع القضائي أصبح معناها وضع لا يمكن سكوت عنه.
ومن أوكد الأولويات التي دعت إليها جمعية القضاة التونسيين الإسراع بتركيز الهيئة الوطنية الوقتية للقضاء قبل انتهاء المدة القضائية للمجلس الوطني حتى لا يتحول إلى مجلس مبتور على حد قول أحد أعضاء الجمعية. هؤلاء القضاة باش يكملوا مدتهم التمثيلية بين قوسين في شهر جون في الحالي. اليوم يعني حتى هذا المجلس الفاقد للشرعية والمشروعية والذي لا يمثل القضاة سيصبح مجلس مبتور. أمور غير واضحة باعتبار أنه فيما يتعلق بقانون الهيئة الوقتية أصبحنا غير مطمئنين على أنه هذا القانون سيسن، لأنه إلى حد الآن مناش قاعدين نشوفه في حاجة. من شهر أفريل يبدأ العمل عليها، إذا كان لا تكون هذه الهيئة مركزة في شهر مارس فإن سنقع فيما وقعنا عليه في السنة الفارية. وبعد ثورة 14 من جانفي كثر الحديث عن القضاء واستقلاله، فأي مفهوم لاستقلال القضاء وما هي الضمانات الكفيلة لتحقيقه؟ أعلنت الهيئة الإدارية القطاعية لأعوان البلديات والمجالس الجهوية للدخول في إضراب على إثر اجتماعها الأول اليوم بمقر اتحاد عمال تونس. مزيد التفاصيل في تقرير إقبال جلاسي بكاميرا شمس الدين قراب. قررت صباح اليوم الهيئة الإدارية القطاعية لأعوان البلديات والمجالس الجهوية التابعة لاتحاد عمال تونس الدخول في إضراب ستقوم المركزية النقابية بتحديد موعده لاحقا. إضرابنا العام باش يكون في بحر يمكن بعد 10-15 يوم باش نقروه، لأنه ديجا احنا حكينا معانا البارح في النزل والخيان في تونس الكبرى، اجتمعنا منذ أسبوع سابق مع الأخ الأمين العام، والناس كل ماشيه في اتجاه انه ما نتناظر من اجل تنفيذ المطالب هذه. سن قانون اساسي خاص باعوان البلديات وترسيم عمله الحظائر هي اهم المطالب التي رفعها المجتمعون. من بينها سن القانون الاساسي خاص لاعوان البلديات وترقيه الموظفين اللي معناها لا يعقل، لانه هي ترقيه ما عندهاش حتى مفعول مالي كبير ولا انعكاس على ميزانيه البلديه. اثنين كيف عنا قلت ثلاثة قلت ترسيم عملة الحظائر. تفعيل المنشور للوزير لول بالأمر عدد 834 سنة 1998 والمؤرخ في 13 أفريل 1998، وكذلك الاحتقان الذي يعيشه جل الموظفين المنتمون إلى كافة الرطب بالسلك الإداري المشترك. عقد الاتحاد الجهوي للشغل بباجة ندوة جمعت أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل وأعضاء النقابات الجهوية والمحلية لتقييم أداء المنظمة فيما يتعلق بالأوضاع الاجتماعية التي مرت بها البلاد. مزيد التفاصيل في تقرير جمال خلولي بكاميرا وليد التلمودي. نظم الاتحاد الجهوي للشغل بباجة ندوة خصصت لتقييم أداء المنظمة الشغلة منذ مؤتمر طبرقة الذي أفرز القيادة الحالية للاتحاد. الغاية منها هو تلافي النواقص وانتقاد هذا المنظمة اللي ماهيش معصومة من الانتقادات، باعتبار أنه احنا مؤتمر طبرقة في انتصار وآلت القيادة على أنفسها سواء كانت وطنية أو جهوية للاجتماع بقياداتنا سواء كانت وطنية أو جهوية لتفاديها النواقص. هذه الندوة التي حضرها كافة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل ببجة والنقابات الجهوية والمحلية والأساسية وعديد القواعد النقابية بالجهة، أشرف عليها كل من بوعلين باركي الأمين العام المساعد المكلف بالإدارة والمالية، وعبد الكريم الجراد الأمين العام المساعد المكلف بالتغطية الاجتماعية، حيث فسح المجال للحاضرين لإبداء نقدهم وملاحظاتهم حول أداء الاتحاد في هذه المرحلة. هو عمل حقيقة متواصل، أنا قاعد نقوم به في كل الجهات، وباجة من بين الجهات اللي هي واعدة، وباجة فيها بعض الخصوصيات، فيها بعض المشكلات، إن شاء الله تكون حسب الاجتماع اليوم نعتبره ناجح، ما ثمش مشاكل كبيرة في باجة، لكن ثم بعض الملاحظات. صدورنا مفتوحة لكل انتقادات اللي تجينا من هيكلنا باعتبارها داخل دور الاتحاد، وما عندنا حتى إشكال في أي نقد اللي هو مش يدفع المنظمة إلى الأمام. كما تساءل البعض عن غياب موقف واضح يدعم شهداء وجرح الحوض المنجمي، زيادة على ملاحظة عدم إحياء الاتحاد لذكرى أحداث 26 من جانفي 1978. يتواصل الاعتصام المفتوح الذي ينظمه اتحاد أصحاب الشهائد العليا المعطلين بجرجيس أمام مقر المعتمدية تحت شعار
اعتصام الفرصة الأخيرة. تقرير ميمون التونسي، تصوير رياض الساحلي. يتواصل الاعتصام المفتوح الذي ينظمه اتحاد أصحاب الشهيد العليا المعطلين بجرجيس من ولاية مدنين أمام مقر المعتمدية تحت شعار اعتصام الفرصة الأخيرة. ومثل هذا الاعتصام مناسبة لتقديم مجموعة من المطالب من طرف الحضور، هذا ما يؤكده عماد بوزلمة الناطق الرسمي لهذا الاعتصام. أهم المطالب اليوم تتمثل في تضليل المؤسسات من نموذج الفساد، لأن في جرجيس نشوفوا نفس الأشخاص اللي قاعدة اللي حكمة قبل قاعدة تحكم معطلين وزارة التنمية. التشغيل اليوم نشوفوا في ولاية جرجيس كلها بطالة وهمشين، ما عنده حتى حل إلا يأخذ القارب ويمشي يحرق. عندنا الثاني، فما مشاريع تنمية أعلن عليها في مايو 2012 لليوم لم يقع تفعيلها، فما مشاريع عاجلة لا تنتظر ولا تستحق ولا تتطلب كثير من المال، كإحداث السناد أو إحداث الفزيتة هذه الفحص الفني. بالنسبة للمطالب الأجلة كالخط البحري والخط التجاري في نجازيس وتفعيل المنطقة اللوجستية والمنطقة الصناعية. عدد من الحاضرين عبروا عن مشاغلهم وعن الصعوبات التي ما زالت تعيش على وقعها معتمدية جرجيس. احنا مطالبنا كجالية جرجيسية في أوروبا من فضلكم تلتوا بينا هنا في جرجيس، صحيح لا بس علينا، لكن مش يعني باش نفوتوا في الفرص نتاعنا في حقنا. جرجيس راهي دائما كانت الحضارة وتبني وتكون برجالها وبنساها هنا. الديمقراطية وصراع المشاريع هو عنوان الملتقى الذي احتضنته مدينة القيروان بإشراف من المكتب الجهوي لحركة وفاء وبحضور عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية والمنخرطين. تقرير تجاني بوديدة، تصوير عادل نجاتي. الديمقراطية وصراع المشاريع هو عنوان الملتقى الذي احتضنته مدينة القيروان والذي نظمه المكتب الجهوي لحركة وفاء بالقيروان تحت إشراف عبد الرؤوف العيادي أمين عام الحركة وبحضور عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية والمنخرطين. احنا في تونس نعيش صراع قوي بين النخبة واللي ما نجمش يعني يقع فيه تشريك الشعب، لذلك احنا نحبوا بتوضيح أبعاد الصراع هذه أن نشرك الشعب، لأنه مطروح للنخبة الآن هي أنها تبني نموذج من سلطة قائم على مشروع. الآن الخيارات خشى أن تكون هذه المحاصرة الحزبية التي برر لها وسوق لها السيد رئيس الحكومة البارحة أن تكون سببا بالفعل في أزمة جديدة تلوح على الأبواب. الحل الوحيد الذي نراه هو التوافق على خريطة طريق، التوافق على برنامج، والتوافق على رزنامة وتحديد الأولويات. أخبارنا العالمية نستهلها من مصر، حيث سقط 31 قتيلا وأصيب المئات في اشتباكات شهدتها أمس مدينة بورسعيد عقب إصدار أحكام قضائية بالإعدام في حق 31 متهما في أحداث استاد بورسعيد. مزيد التفاصيل في تقرير شيراز النايلي. وسع الجيش المصري انتشاره في مدينة بورسعيد بعد اندلاع مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين خرج بعضهم للتنديد بحكم قضائي صدر أمس بإدانة 21 متهما في مقتل أكثر من 70 شخصا العام الماضي خلال مباراة لكرة القدم جرت في المدينة. وشهدت المدينة مقتل 31 شخصا وجرح أكثر من 300 آخرين. احتدمت الاشتباكات بين مقاتلين من الجيش السوري الحر وقوات النظام منذ صباح اليوم في الأحياء الجنوبية لدمشق مع شداد القصف الجوي وسط معارك عنيفة تدور على تخوم مدينة دارية بريف دمشق التي يحاول جنود النظام اقتحامها، في حين أعلن الثوار سيطرتهم على اللواء 22 التابع لقوات النظام في ريف دمشق، حيث استحوذوا على دبابتين وأسلحة ثقيلة وخفيفة، كما سيطروا على محطة القدم للقطارات في العاصمة بالتزامن مع سيطرة المقاتلين على حواجز للنظام بدرعة. قررت دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا إكواس قبيل قمة إفريقية اليوم مضاعفة قواتها المنتشرة في مالي، وجاء القرار بينما استعادت القوات الفرنسية والمالية مدينة غاو وقصفت مجددا مدينة تمبكتو القريبة من الحدود مع موريتانيا تمهيدا للتقدم شمالا لاستعادة المناطق المتبقية في أيدي المجموعات المسلحة. بهذه الجولة العالمية نأتي إلى نهاية نشرتنا، وإليكم التذكير بالعناوين. الباجي قائد السبسي يعلن تشكيل جبهة سياسية ويطالب بتفعيل الحوار الوطني دون إقصاء. اتحاد عمال تونس يقر إضرابا في قطاع أعوان البلديات. أصحاب الشهائد العليا بمدنين يدخلون في اعتصام مفتوح.
عالميا عودة الهدوء إلى بورسعيد بعد يوم شهد مقتل 31 مصريا. إلى أن ألقاكم في مواعيد إخبارية قادمة لكم منا أجمل التحيات.